مخرج فيلم اوتسايد ذا واير اسمه ميكال هافستروم واسمه بيتكتب كده ايه عاديه خالص حاطين عليها علامه سكون وانا مش عاوز اثير قضيه جدليه اكبر من اللازم بس عاوز اسال نتفليكس سؤال بسيط جدا لحد امتى يا نتفليكس لحد امتى هتفضلوا تدافعوا عن الناس اللي بتحط الحاجات في اماكن مش بتاعتها لحد امتى Do you trust me? هيطلع لي واحد في التعليقات بتاعت الفيديو ده خريج جامعه زلاطان ابراهيموفيتش في السويد يقول لي انت نطقتها غلط والمفروض ان دي لما بتتحط على الحرف ده بيحصل ما اعرفش ايه لهذا ولكل هؤلاء عاوز اقول بس يا ابني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعه جديده من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده هو أوتسايد ذا بإصدار فيلم أوتسايد ذا وير نتفليكس بتوفي وعدها بإنها هتصدر فيلم جديد كل أسبوع، فهل فيلم الأسبوع ده يستاهل؟ الحقيقة لأ، بس خلونا نتجاهل إن أنا قلت ده وندخل في المراجعة كأننا ما نعرفش حاجة، فيلم أوتسايد ذا وير بيتخيل مستقبل قريب بتدور فيه حرب أهلية في أوروبا، وبيتم الاستعانة بالقوات الأمريكية كحافظة للسلام في المنطقة، لأ لأ مش فيلم كوميدي ولا حاجة استنوا بس. أثناء أحد العمليات قائد الدرون هارب بياخد قرار خطير، بيتسبب في تعرض للعقاب والعقاب هو انه يخدم في احد نقاط النزاع النشطة هارب بيوصل فعلا للوحدة وبيسلم نفسه لقائده ليو عشان يكتشف ان ليو ده ما هو الا انسان آلي متطور جدا وبيخرج معاه في مهمة فورا واثناء المهمة دي الثنائي بيكتشف خطر نووي بيهدد البشرية كلها فيا ترى ايه اللي هيحصل فيلم Outside ذا Wire بيبتدي بشكل كويس وبعدد كبير من النقاط الايجابيه، التسلسل بتاع العمليه الاولى ده كله جيد جدا، التوتر اللي مطلوب منه ان هو يصدره للمشاهد كان فعال، وبيمهد بشكل كويس لرحله جيده لبطلنا، المفروض انه من خلالها يغير مفاهيمه او يتغير هو شخصيا ايا كان يعني، المهم انه في اكشن وفي دراما وفي خيال علمي وفي حاجه نتسلى بيها يعني، بس سريعا الفيلم بيغير اجواءه وبيغير ايقاعه وبيغير حاجات كتير قوي، وبكل تاكيد مش للاحسن، وكل ده بيحصل مع ظهور شخصية ليو عشان فيلمنا يقلب شوية لحاجة شبه تريننج داي كده مع خليط كده من كل حاجة ممكن نكون شفناها في أي فيلم من أبطاله الرئيسيين شخصية رجل آلي ورجل آلي ده تعبير فيه تبسيط كتير لفكرة الذكاء الاصطناعي والتقدم التقني والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي يعني في المرحلة دي ما أقول إن الأمور كانت مأساوية قوي برضو عندنا فيلم بيدور في أجواء أكشن حربية فيه بطلين في مهمة واضحة الحقيقة مش واضحة قوي يعني بس تعالوا نقول واضحة بيمروا بمرحلة أو اتنين أو تلاتة ينفع نقول عليهم كويسين فيهم شخصيات فرعية جيدة فيهم رسائل فيهم مواجهات ومعارك واشتباكات وفيهم بعض الأسئلة الفلسفية اللي بتدعو للتفكير صحيح ملهاش علاقة قوية قوي باللي تم تمهيده في البداية بس المهم يعني نزلنا بتوقعاتنا شوية والأمور ماشية لحد ما التوقعات بترشق في الأسفلت واللي كان ماشي ده بيخبط في حيطة لأن التلت الأخير من الفيلم أو مجازا ممكن نقول النص التاني كله حاجة في منتهى الفوضى مواجهات الأكشن بتبقى مكررة جدا وما فيهاش حاجة تدعو للاستمتاع التساؤلات الفلسفية ما بين البطلين بتدخل في مرحلة الشفرة وده مش لأنها معقدة أكتر من اللازم ولا حاجة لا سمح الله هي بس وبكل تأكيد ملهاش أي معنى والفيلم بيقدم متغيرين بس علشان يشجع المشاهد على التواصل مع الأحداث التغير المستمر في طبيعة الأبطال والتغير المتوقع في المهمة اللي قدامهم الخطر النووي والحاجات اللي الواحد زهق حتى من إنه يقول عليها ولكن المتغيرين دول ما كانوش كافيين على الإطلاق لأنهم أصلا مخرمين كل اللي بنمر بيه هو عبارة عن تسلسلات ملهاش أي معنى وما بيحكمهاش أي منطق الانتقال من مكان للتاني مبقاش مفهوم أولويات الشخصيات مبقتش مترتبة بوصلة بطلنا الرئيسي تقريبا اتدغدغت وبقى العنصر الحاكم هو مجرد توصيل المعلومة للمشاهد حتى لو ده تم من خلال بعض المواجهات اللي ملهاش أي محل من الإعراب زي إن حد يقبض على حد عشان يقول له كلمتين المفروض بس إن احنا نفهمهم وبعدين يسيبه بدون أي داعي الفيلم بقى بيجري بينا في اتجاه النهاية بتاعته زي ما تكون مكافأة يعني ونهاية الفيلم هي أسوأ مراحله على الإطلاق كل مقومات الفيلم بتنهار فيها بصلة البطل الأخلاقية تعيش انت بقى مفيش داعي ان احنا نتكلم فيها تاني الأكشن زي ما تقولوا كده الفيلم صرف نظر عنه الرسالة مبتذلة ومستهلكة إلى أقصى الحدود ده لو وصلت يعني ودرجة الحماس والمفاجآت اللي ممكن تولد حماس بتوصل لصفر حسيت شوية كده زي ما تكون النهاية دي كانت المفروض تبقى حاجة وبعدين الوقت ما فراحوا مكورين أي حاجة وخلاص ورامينها في وش المشاهد. اللي هو نظام بلاش نضحك على بعض ما انت عارف اللي بيحصل في الافلام اللي زي دي وشفت تريننج دي وشفت اي روبوت فخلينا ننجز حاجه كده خلتني ندمت اني كملتها واتضايقت شويه لان بدايه الفيلم كانت كويسه ولان كان عندنا بعض التفاصيل التقنيه المثيره للاهتمام من الحاجات القليله اللي عجبتني في الفيلم هي توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتكس وبالتحديد في البدايه، زي ما تكون فعلا التطور الطبيعي اللي احنا بنشوفه النهارده، فكره المخلوقات الآليه اللي بيتم تصميمها والتقدم ممكن يقودها لفين وتوظيفها العسكري ممكن يكون شكله ازاي، ده حقيقي كان كويس جدا وعوّض شويه حاله اللامعقوليه بتاعت النزاع اللي احنا بنتفرج عليه اصلا، ولكن للاسف حتى ده انهار سريعا لما مرينا بفجوه كبيره قوي وفجأه Yeah. ليو مخلوق من الذكاء الاصطناعي اللي ملوش اي محل من التطور، في بعض التبريرات لوجوده ولكن مفيش ولا تبرير منهم عملي، وكل ما يحيط به من تفاصيل ما بيخدمش اي حاجه الا حبكه الفيلم، واللي هي اصلا زي ما اتفقنا مهترئه، يعني في مرحله التقديم بتنسب له بعض الصفات وبعض الخواص اللي ملهاش اي تبرير وملهاش اي لازمه غير بس ان الفيلم هيحتاجها بعدين، وطبعا لو حد شاف افلام مماثله كتير تقريبا هيقرا اللي هيحصل من البدايه، واللي بيحصل ده المفروض انه انه في خدعه غير متوقعه يعني ولكن للاسف هي خدعه ما فيش اي حاجه بتخدمها لا البوصله الاخلاقيه بتاعه البطل زي ما قلنا ولا واحده من الرسائل اللي انا اصلا ما بقتش عارفه اجمعها ولا اي مواجهه من المواجهات اللي حصلت ولا اي شخصيه من الشخصيات الفرعيه ولا الطبيعه الفنيه للفيلم ولا حتى اداء الممثلين اللي مش عاوز اظلمهم واقول ان هو كان اداء وحش هو تقريبا كان اداء مش موجود انتوني ماكي بالتحديد قدم اداء طبيعه الروبوت فيه ملهاش اي وجود وانا قابل بكل تاكيد ان التجسيد والاداء يكون بشري بنسبة 100% ده لو كان التطور بيدعم ده وخلونا فاكرين انه لا بيدعمه ولا اي حاجة بس كده فضلنا ايه من صفات الذكاء الاصطناعي عشان يدعم قصتنا مجرد ان احنا نفضل فاكرين كل شوية ان دي قرارات ذكاء اصطناعي حتى لو كان شكلها بشري بنسبة 100% مع رشة قدرات مش وحشة في المعارك حتى دي تنفيذها ما كانش مبهر وزي ما قلنا كده بعد فترة بقت مكررة جدا لذلك خلونا نقول بس ان هو اداء بدون تحديات ونفس الكلام تقريبا ينطبق على بطل الفيلم ده إدرس. لأن زي ما قلنا اللي تقدم عن شخصيته في البداية تقريبا لم يتم استغلاله ولم يتم تطويره في باقي الأحداث والنهاية تقريبا ما جابتش من أساسه وإن كانت قفلت الأرك بتاعه مشكورة يعني اوتسايد ذا واير فيلم ينايري بكل جداره شبه بواقي الافلام بتاعه الاستوديوهات اللي عاده بترميها لنا في السينمات في بدايه يناير حاجه كده لا كانت محمسه على مستوى الفكره ولا كانت مشجعه على مستوى التريلر ومع ذلك شفناها واحنا عندنا شويه توقعات جيده جبناها منين انا مش عارف يمكن جبناها من بدايه الفيلم اللي كانت جيده بشكل مفاجئ فعلا والاتقان في بعض التفاصيل المستقبليه وفي بعض مشاهد الاشتباكات والمعارك حقيقي مش كافي عشان توفر تجربه مشاهده حتى ينفع نقول عليها مقبوله تقييمي لفيلم اوتسايد ذا واير هو 3.5 من 10 وحقيقي اتمنى ان الراتش اللي في كتالوج نتفليكس ما يبقاش كله على المستوى ده مناقشه الحلقه هتكون عن الفيلم القادم في اجنده اصدارات نتفليكس وهو ذا وايت تايجر هحط لكم لينك للتريلر بتاعته تحت في الديسكربشن وعاوزكم تقولوا لي في الكومنتس توقعاتكم بالنسبه له عامله ازاي الف شكر لحضراتكم على المشاهده يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو. وباي باي